مرحبا، احنا بغينا كره، ما بغيناش بحال الترجي يديو لينا بالحكام ولا بشي حاجه. احنا نلعب كره واللي داه يستاهلوا. جماهير الوداد ولا المصريه عارفين اش كيديروا، بغينا كره، ما باغينش قل الدين، باغين الكره في 90 دقيقة واللي داتو تستاهلوا. العلاقة ما بين المغرب والمصر علاقة طيبة، وروح الرياضية ما بين الفريقين، فريق الوداد البيضاوي هنا كجمهور كرجاوي محب لفريق الرجاء، ولكن ما بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي تكون روح رياضية ما بين الفريقين، واللي يستاهل مبروك عليه. من الجمهور المغربي والجمهور المصري بالتكافؤ بين الفريقين، نحب الكره سميتو الكره تكون مزيانه وتكون في احسن الاحوال، وتكون التحكيم يكون نزيه ما بين الفريقين، لا الوداد البيضاوي ولا الاهلي المصري. هما بجوج كلا الفريقين فهمتي كيتاهلوا لهاد المباراه هادي، ولكن انا كنظن بالنسبه ليا كتبقى الوداد هي احسن فرقه، وكيبقى الفينال هو ديالنا، واخا الفرقه ديال الفرقه الاخرى حتى هي كتكون متاهله لهاد الفينال هذا وكذا، ولكن كتبقى بطوله فهمتي فينال ودادي وراك عارف.